النهاردة هنتكلم عن كيف كرمت السماء العذراء مريم. أولا يا أحبائي، يكفي شهادة السماء للعذراء بأنها مملوءة نعمة ووجدت نعمة عند الرب، فدي شهادة ربنا عنها على فم الملاك جبرائيل. في مزمور 14:2-3 يقول: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم أو طالب الله، الكل زاغوا معا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن إذا كان ليس ولا واحد، لكن في واحدة وجدت نعمة، وزي ما يقول لها الملاك: لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة، سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. عشان كده في صوتوكية الحد بنقول الكلام ده: تطلع الأب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. من الروح بتاعة الكلام اللي موجود في الكتاب وكلام السماء على فم الملاك عنها. كمان في إكرام السماء للعذراء في نبوات عن مجيء الرب منها، زي مثلا تكوين 3:15 في كلام الله في إدانته للحية، وهو بيقول: أضع عداوة بينك يا حية وبين المرأة، بين نسلك ونسلها. إمتى المرأة يبقى لها نسل لوحدها إلا في العذراء بس؟ هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة وحدها لم يتحقق إلا في مريم العذراء فقط، ولا يتحقق في أحد آخر، التي ولدت بدون زرع بشر أو أي رجل. فأشعياء 17 يذكر كده: العذراء تهبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وأيضا السماء تكرم العذراء بالكتاب المقدس في العهد القديم، مش نبوات كثيرة، ومنها أيضا يأتي منها ولد، نعطى ولد أو يولد لنا ولد ونعطى ابنا، تكون الرئاسة على كتفه ويكون إلها قديرا في أشعياء 9. كمان يا أحبائي نشوف في أرمية 31:22: ارجعي يا عذراء إسرائيل، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. عادة الرجل يخلق في رحم أو في بطن الأنثى، لكن أن تحيط برجل، فهذا العمل المعجزي أو الشيء العجيب الذي خلقه الرب ينطبق على العذراء. فحسقال 44 الكلام عن دوام بتوليتها، الباب المغلق يخش منه الملك أو الرئيس ومحدش يدخل منه، فبتوليتها قبل وأثناء وبعد ميلاد المسيح. كمان نشوف في دانيال 2 في رؤيا نبوخذ نصر كشف لنا دانيال كيف أن الحجر المقطوع بدون يد إنسان يشير إلى الميلاد العذراوي أو البتولي للمسيح، الحجر الذي رفضه البناؤون. كمان نشوف في ميخا 5 مكان الولادة وبيت لحم أفراثة اللي هيتولد فيه المسيح من العذراء. ده غير طبعا نقطة ثالثة، الرموز اللي موجودة في العهد القديم وبتحكي التجسد بشكل رمزي، زي العليقة اللي رأها موسى، خيمة الاجتماع ومحتوياتها، التابوت وفيه الكلمة، ومجمرة هارون وعصا موسى. عشان كده أحلى حاجة إن احنا في الآخر بنعيد عيد العذراء، اللي هو إعلان ظهور جسد العذراء المحمول من الأرض إلى السماء بواسطة الملائكة، لكي يكون في الفردوس بجوار شجرة الحياة أو تحت شجرة الحياة. وطبعا قصة جميلة وسمعتها كتير، لكن مش هنقول تفاصيلها، كيف دفن الرسل جسد العذراء ولكن لم يكن توما موجود، اجتمعوا بعمل معجزي إلهي من كل العالم، لكن لما جه توما فين العذراء؟ قالوا له انها رخضت، عايز اشوفها، انتوا عارفين طبعي. فراحوا للمكان مفيش جسدها موجود، فبداوا يحتاروا، فهو حكى لهم الحكايه انه كان في الهند وشاف جسدها الصاعد الى السماء بالملائكه، فبكوا وصلوا وصاموا 15 يوم لحد ما ربنا كشف لهم هذا الاعلان، رؤيه جسدها
المحمول بالملائكة إلى الفردوس.